تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حصة جديدة من تكافل، ونسلط الضوء فيها على ظاهرة خطيرة تدق ناقوس الخطر في الشارع والأسرة، ألا وهي العنف بدون رادع. ليس العنف أمرا جديدا في العالم، لكن ثورة الهواتف المحمولة باتت تفضح ما يجري. آخر الأمثلة من المغرب الذي يعيش غليانا بعد اعتداء أشخاص مجهولين على سيدة مسنة تعيش بإقليم خريبكا بدافع السرقة، مما أدى إلى إصابتها بكسور ورضوض على مستوى الوجه والرأس في أسلوب يؤكد استمرار ثقافة شرع اليد أو قانون الغاب. الغضب ولا شيء غيره هو ما يحتل جل المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. السبب فيديوهات صادمة توثق العنف المستشري في مجتمعاتنا بشكل كبير في ظل الجائحة، وتتكرر المشاهد البشعة للعنف في أكثر من بلد عربي ومغاربي، رغم أن ما يوثقه الفيديو يبقى أقل بكثير مما يجري في الواقع بشهادة المتتبعين. ولكن تبقى التساؤلات عديدة وتبحث عن إجابات ملحة. لماذا تكثر الجريمة في بلادنا؟ وإلى متى يبقى المجرم دون عقاب؟ وكيف يمكن علاج هذه الظاهرة المخيفة أو التقليل من آثارها السلبية على الأفراد؟ المدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة يصفون تناول موضوع العقاب المشدد على المجرمين بالنقاش العقيم، باعتبار أن تطبيق الإعدام لن يضع بالضرورة حدا لهذه الجرائم الشنيعة. عن هذا الموضوع الهام والخطير نستضيف اليوم من خريبكا في المغرب الفاعلة الجمعوية والإعلامية الأستاذة ياسمين الحاج، ومن تونس عضو هيئة مديرة جمعية تونسيات والمختص في الصحة الإنجابية والمناهضة للعنف ضد المرأة الأستاذة هاجر التليلي، ومن باريس الناشطة الجمعوية ليندا علواش، وأيضا ستنضم إلينا الطبيبة الدكتورة سهام بادي، ومن إسطنبول مسؤولة الإعلام في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة نور علوان. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا، كما وأرحب بالإخوة المشاهدين، وسنترك الأرقام بعد قليل في أسفل الشاشة لمن يرغب الاتصال بنا وطرح تساؤلات في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفتنا من تونس الأستاذة هاجر التليلي. أهلا ومرحبا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا بكم الكل، وإن شاء الله نكونوا نقدموا مع بعضنا نطحوا هالسؤال هذايا وهالحوار هذايا، ونمدوا ما تجربتنا كجمعية وكناشطين في المجتمع المدني. مشكورة سيدتي، وهذا ما نتمناه وهذا الهدف من برامجنا حقيقة، تسليط الضوء على هذه الجرائم لأنها كثرت في الآونة الأخيرة. هي كانت موجودة أصلا، ولكن الكم الهائل من القصص والفيديوهات التي نتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فعلا تدمي القلوب، شيء مزعج. يعني إلى هذه الدرجة وصلت البشرية، يعني لا وجود للإنسانية في التعامل مع البشر إن كانوا أطفال أو نساء أو شيوخ. ما الذي يجري؟ يعني حضرتك قبل البرنامج ذكرتي لي قضية في تونس أنك سمعتي بخبر اختطاف 3 قاصرات، ما حقيقة ما يجري؟ تفضلي سيدتي. الحقيقة هي ظاهرة اجتماعية قديمة، ولكنها أصبحت مشعة أكثر ومتنامية أكثر، خاصة أن وسائل الإعلام قاعدة هي تعطينا في أخبارها يوميا أو تقريبا في خلال الفترة الأخيرة هذه كل ابتداء، خاصة بعد الحجر الصحي الذي صار في العالم كامل، تنامي هذه الظواهر كل بتاع العنف. وأساسا آخر ظاهرة اليوم سمعت بها في وسائل الإعلام اختطاف 3 قاصرات اللي هما التلميذات من شباب
واحتجزوهم في مكان في سوسة، وتم في مدة قصيرة إلقاء القبض و يعني التحصل عليهم بنات وهن في صحة جيدة. الإشكال كونه العنف أصبح مجاهر به في النهار في الليل في ضد جميع الناس، سواء طفلة وإلا امرأة ولا شيخة وإلا رجل. يعني هذه المشاكل اللي ولات موجودة متنامية، والظواهر هذه المخيفة والعنيفة تمثل ذعر وخوف شديد خاصة للمرأة في تنقلها، في الذهاب إلى العمل، مع وأصبحت مشاكل يومية تداهم. وعندما تكون المرأة هي مهددة في سلامتها، فيعني أن وهي يعني أضعف حلقة في المجتمع، فيعني ذلك أن المجتمع كله مهدد في سلامته. فعلا فهلت يعني حتى أسرتها تكون مهددة. كلام مهم سيدتي الكريمة، أرجو أن تبقي معي. انضمت إلينا من خريبكة الفاعلة الجمعوية والإعلامية الأستاذة ياسمين الحاج، أهلا ومرحبا بك معنا، شكرا لوجودك اليوم معنا. صحيح أن القضية مؤلمة، ولكن يعني نورتينا بوجودك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ جان، سعيدة جدا بتواجدي معكم ومرحبا بضيوفنا ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. قبل أن أبدأ الحديث معك، دعينا نتابع هذا الفيديو، ومشكورة أنك يعني أرسلت لنا هذا الفيديو للضحية أمي السعدية، حيث تعرضت لاعتداء غاشم من قبل مجهولين في إقليم خريبكة. لنتابع هذا الفيديو لفاعلة اجتماعية جمعوية كانت في زيارة إلى المشفى التي توجد فيها السيدة الضحية. الفاعلة الجمعوية اسمها نادية الظاهر. لنتابع ما قالت حول هذه الجريمة ثم نعود للنقاش. السلام عليكم، تحية صباحية. الآن أنا متواجدة مباشرة في مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، وبالخصوص في جناح مصلحة أمراض الفم وجراحات الوجه والفك، بخصوص قضية أم السعدية. أم السعدية السيدة اللي تعرضت للعنف القوي من طرف بعض الأعضاء في مدينة بوجنيبة، كما قالت نواحي مدينة خريبكة، وقع لها واحد الكسور في الوجه ديالها، في رجليها، في يديها، لأنها كانت كتقاوم. فالسيدة يعني معنفة بزاف، باتصالي من بعض الإخوان بمدينة خريبكة تم التناسق التنسيق مع بعضنا باش نحولوها من مدينه خريبكة للدار البيضاء. فعلا العمليه نجحت بسلام، السيده لقينا لها المكان هنايا في هذا الجناح. ودابا انا شفت مع الطبيب المعالج ديالها التقرير اللي عطانا، كتعيش واحد الحاله اولا نفسيه صعيبه، لان هذا هجوم، تهجموا عليها في بيتها وتكرفسوا عليها وبسلخوها مزيان مزيان، لدرجه ان تهرس لها الفك ديالها، مضروبه في راسها، مخيطه من راسها من هنا حتى لهنا، العنق ديالها مهرسه من رجليها، الاصبع ديالها على حسب التقرير اللي قال لي الطبيب ديالها المعالج ان غادي يبطروا لها الاصبع ديالها، لان مشى عن اخره ما يمكنلوش يتصلح، بالاضافه الى بعض الاعراض اللي في الجسد ديالها كله. فقضيه المي السعديه صبحت قضيه راي عام، فلهذا احنا بغينا نحكوا من الظاهره ديال العنف، هاد التكفيس التعدد على الناس البسطاء، لان ام السعديه انسانه اللي هي بسيطه بسيطه، اللي كتعيش في الباديه، وكنظن هاد الاخوان اللي تكرفسوا عليها ما عرفتوش بهدف انها سرقه. هي قالت لك انا ما سرقلوش بزاف، لان اصلا ما عندها ما يتسرق من غير 200 درهم، ماشي شي حاجه كثيره. ثم بالتالي ملي ما لقاو حتى شي حاجه ما يسرقوا لها، وهي كانت كتقاوم باش تدافع على راسها وعلى هذا، مع الاسف غلبوها، لان
كان اكثر من جوج الناس، فلهذا خذت اللكمات وخذت الضرب اللي هو قوي قوي قوي، وعنفوها بشكل قوي بشكل يعني مثير ويدمي القلب. صراحه كنتمنوا الشفاء للمسعديه، ولنا ان شاء الله لقاءات اخرى معها ومع الطبيب المعالج، لان غدا ان شاء الله سوف تقوم بعمليه جراحيه للفك ديالها والوجه ديالها وبطن الاسبوع ديالها. نعم، هناك أيضا مقطع آخر من فيديو تتحدث فيه السيدة الضحية المسنة أم السعدية، نتابع ما قالت. أنا جمعية من الدار البيضاء، عندنا واحد الاتصال مع مسخنا مع الجمعية ديال الخريبكة، وإن شاء الله راك في أيادي أمينة. هنا في المستشفى غادي يقوموا معك بجميع الإمكانيات باش تكون إن شاء الله بصحة وعافية وباش تشافي وتولي لاباس. دونك كنشوف هنا هما داروا لك الدواء، وانا غنشوف مع الطبيب دابا باش نشوف العمليه الاخرى فاش غادي يقدروا يديروها لك. الله يشافيك ام السعديه وان شاء الله تكوني بخير. التليفون هادشي اللي هي وليده كلوني عادي فرش بيوح البوجه وتفكوني راسي خاصي دابا هو اللي كندير معايا. انت ضربتي في راسك. واه وحيد لي الزرع الشوكة وخير كاين الرومادات كاين الكاتراك كاين كلشي هذاك الشيء. لا لا أمي السعدية أنت هنايا مزيان لأن هنا كاين الأطفال. عودة للأستاذة ياسمين الحاج، أهلا ومرحبا بك من جديد سيدتي. إذا خبر مؤلم وواضح أنه حسب وصف الناشطة الجمعوية في الدار البيضاء بأنه الإصابات كانت كبيرة جدا. يعني لماذا يحدث ذلك؟ يعني مفروض نحن الآن في عصر تطورت الأمور وبالتالي أصبح هناك علاج لتلك القضايا، ومن المفروض أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب معرفة الجنات من خلال الكاميرات كاميرات المراقبة التي تصور بالإمكان أن تخف هذه الظاهرة وليس بالعكس. ما الذي يحدث في مجتمعاتنا اليوم؟ للأسف عندما نتحدث عن قضية أو الجريمة التي تعرضت لها الضحية أم السعدية هي جريمة شنعاء وقعت في مدينة غريبكة طبعا، وكانت جماعة القفاف هما صرحا لها. وملي كنهضروا على بعض الجماعات هما جماعات صغيره ما يمكنش انهم يكونوا لهم هذه التكنولوجيا انهم يكونوا كاميرات. هذه الجرائم هذه وما يشهده المغرب من هذه الاعمال الوحشيه هي دخيله على المجتمع المغربي بما يجسده من قيم التسامح والتعايش مع الاخر ونبذ العنف والكراهيه. ولكن لكل جريمة أسبابها، وكل جريمة ترتبط بمعظمها بالأزمة الاقتصادية، وعندما نتكلم اليوم عن الأزمة الاقتصادية نتكلم عن جائحة كورونا التي تخلف ما تخلف من أزمات اقتصادية. هاد الجريمة ربما هي وعلى ما توصلت به عبر قليل أن ربما هي جريمة انتقامية، لأن السيدة مسنة ليس لها ما يسرق أو يتم الاعتداء عليها جسديا وهي سيدة عجوز، فهذا يعني أكيد من أشخاص ليس لهم ضمير وليس لهم أي نوع من الأخلاق. أيضا عندما نتكلم عن هذه الظواهر العنفية هي أيضا ضحية يعني للتحولات التي تعيشها المجتمعات، مش يعني المجتمعات المغاربية وإنما المجتمعات حول العالم. أصبحنا نتحدث عن التنشئة الافتراضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل العائلة والمدرسة والحي في منأى عن التربية والدمج. نعم. ونحن يعني هذه الحاله هي تندي الجبين لكل يعني لكل شخص له ضمير فعلا، لان للاسف ان السيده عجوز سيده ما كتحملش هذوك الالام، وهي الان يعني غدا ستخضع لعمليات جراحيه دقيقه منها بطر احدى الاصبع ديالها. وللعلم استاذه وجدان هذه الفيديوهات حصريه لقناه المغاربيه تمت قبل ساعات فقط. نعم، شكرا جزيلا، مشكورين على هذه الفيديوهات. ولكن أستاذة ياسمين، ونحن نتحدث عن هذه الاعتداءات، هي اعتداءات متكررة لم تبدأ اليوم وليست وليدة اللحظة، يعني وهؤلاء يعني دون رادع، يعني هل تم تسليم المجرمين؟
لا زال البحث جاري، ولا زالت السلطات والدرك الملكي والأمن الوطني قائم بواجبه في خلال من حيث البحث، لأن أظن أن هذه الجنات لم يكونوا على ما توصلت به، أنه ليست جريمة من أجل السرقة، وإنما هي جريمة انتقامية كما رأيت في يعني كما سمعنا في الفيديو. أكيد هناك تداعيات لهذه الجريمة، ونتمنى من الأمن الوطني والدرك الملكي أن تسلم الجنات في أقرب وقت حتى يشفي غليل الرأي العام والمواطن. اسمحي لي أستاذة ياسمين. نعم سوف أعود لك. أذهب إلى الأستاذة هاجر من جديد. سيدتي الكريمة، إذن العنف في كل مكان، ليس فقط في بعض الدول، عنف السلطات، عنف الأمن، عنف البوليس، وأيضا هناك عنف أسري، هناك عنف في الشارع، هناك عنف في الملاعب، في المدارس، يعني العنف يكاد أن يكون في كل مكان، بينما لا توجد حلول رادعة لهؤلاء المجرمين. هل تعتقدين أن الأمر يتعلق بمكانة المرأة داخل المجتمعات المغربية؟ هل هي المشكلة الحقيقية أم أن هناك أسباب أخرى؟ في الحقيقة المرأة هي المحور الأساسي في أي مجتمع، وهي رائدة، وإحنا في تونس حققنا أكبر منصب، أكبر إنجاز، قانون إنجاز، قانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو من أشمل القوانين التي وضعت مقارنة بالبلدان العربية والمغاربية وحتى في أوروبا. وفي المعادلة ظاهرة العنف تتنامى وتتكاثر وتتلون وتتغير، وظاهرة التي يعني أسمعها في المغرب صارت لنا في 2017 أمي سالمة، وقمنا بحملة مناهضة العنف ضد المرأة ضد أمي سالمة تقريبا مشابهة للحادثة تماما. الظاهرة هذه هي نتيجة مشاكل اجتماعية ونفسية مجتمعية في كل البلدان العربية، وتنامت أساسا بعد جائحة كورونا وما نتج عليها من هشاشة اجتماعية وهشاشة اقتصادية في مجتمعاتنا. يعني كورونا جاءت لتفضح المستور، أليس كذلك؟ نعم، جاءت لتفضح المستور، وجاء وتنامت بقدر هشاشة المجتمعات وسياسات الدولة وضعفها على الردع بقدر ما تتنامى هذه الظواهر، لأن مشكلة الكورونا وما قبل الكورونا وبعد الكورونا أدت إلى مثلا انقطاع مبكر للتلاميذ عن المدرسة، على انقطاع عن العمل، العمل الحر، انقطاع هشاشة في النساء العاملات في المنازل، النساء العاملات في الفلاحة، يعني مشاكل كانت مغطاة وإلا كانت تستطيع المرأة أن تتجاوزها بظهور المشكل الاقتصادي والاجتماعي وما ذلك، أصبحت المرأة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المشاكل في الفقر، في انقطاع الدراسة، في الصحة النفسية والصحة البدنية للمرأة وللطفل وللأسرة. لذلك نرى تفاقم هذه المشاكل، وحتى الإحصائيات التي رصدت في البلدان، مثلا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية قدم تقرير في 2019 وأعطى أن نسبة الاعتداءات على الأشخاص تطورت بنسبة 21% خلال العشرية الأخيرة، وحالات قتل العمد بنسبة 40% والاغتصاب بنسبة 200%. يعني حتى التقارير يعني تقول لهذاك هو شنو موجود في مجتمعاتنا، شنو السبب انعدام طرح المشكل هذا كمشكل مجتمعي،
يعني نقدمه في مشاكل الأخرى من أكل وشرب ودراسة وكذا، بل المجتمع المشكل هذا اللي هو يلم المحاور الكل، يعني ماهوش مطروح على الطاولة سواء بطريقة يعني ولكن جدية. أستاذة هاجر قد يكون نتاج لكل ما تفضلت به من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة. هو هذيك هو اللي لقيناه، يعني حتى وقت الكورونا ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة تنامى بسبعة في وقت الحجر الصحي، يعني الشهرين بتاع الحجر الصحي تنامت بنسبة 7% في العنف الأسري. ولكن هذه ظواهر ما يلزمناش نقفوا نجسدوها فقط وإلا نعدوها فقط، الأصل في الشيء كونه نفهموها ونطرحوها ونحاولوا نجدوا لها حلول، لأن الحل الردعي بالدليل، مع كوني أنا ذكرت في كونه عندنا قانون 58 اللي هو فيه الردع وفيه منظم، فهو محل مشكلة. يعني ما حلش المشكلة برأيك؟ إلى حد ما لم يحل المشكلة إلى حد ما، بالدليل كونه تنامي ظاهرة العنف في جميع في بلادنا أيضا، يعني ليس فقط في هل المغرب. تعتقدي بأن الضحية تتحمل المسؤولية هنا في عدم الإبلاغ ربما أو رفع دعوى قضائية ضد المجرمين؟ هذا موجود، ولكن نسبة الوعي اللي قاعدين احنا نراهن عليه على المرأة وعلى يعني تحدياتها كونها تبلغ وتوصل، خاصة اللي وليت فما مراكز وفما خلايا مختصة في الأمن بالمرأة المعنفة في جميع المناطق بتاع الأمن في جميع الجمهورية التونسية. الوعي والتحسيس وكإحنا كمجتمع مدني و يعني نمشيو الجميع كامل الجمهورية لتوعية النساء كلام مهم بحقهن. أستاذة هاجر، موضوع توعية النساء، ولكن أستاذة ياسمين أعود إليك، يعني هل فقط يجب على المرأة أن تحمي نفسها وتبحث عن قوانين لحمايتها وهي الضحية الأكبر في مسلسلات العنف التي لا تنتهي؟ يعني ماذا عن الرجل؟ ماذا عن هؤلاء الصبية المتسكعين في الشوارع الآن، يعيشون حالة من الفراغ، لا دراسة لا تعليم بسبب كورونا، بطالة، لا يوجد عمل، وبالتالي ماذا عنهم؟ أليس بالأحرى إيجاد حلول لهذه الفئة من خلال توعيتهم أو علاجهم أو التركيز عليهم حتى لا يكونوا يعني أو يتصرفوا بهذا الشكل الإجرامي الذي نشاهده يوميا؟ عن العنف هو ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، في من الظواهر المنتشرة في كل العالم، ولا يفتقر على فئة عمرية معينة أو يعني مختلفة في الجنس. العنف عند المرأة والعنف عند الرجل، وعندما نتكلم عن العنف نحن نتكلم عن العنف الجسدي، عن اللفظي، عن العنف النفسي والعاطفي، وعن العنف المنزلي والأسري، وأيضا عن العنف المدرسي. اليوم إلى رأينا الأسباب هذه العنف هي منتشرة كثيرا، الحسد والغيرة والانتقام، تعاطي المخدرات سبب كبير في العنف والإجرام، الفقر والحاجة وانتشار البطالة أيضا، حتى تأثير الهيئة التهيئة العمرانية والعنف في العائلة والمجتمع، عجز النظام التعليمي، يعني الجهل وعدم الوعي، يعني هذه من الأسباب. وأيضا لا ننسى وسائل العنف في وسائل الإعلام، خاصة في المسلسلات والأفلام الأكشن والعنف، لأن هذه ظواهر تنخر في المجتمعات المغاربية والمجتمع العالمي ككل، يعني لا يقتصر اليوم أنا يعني لي نظرة أفقية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعني كيف ممكن أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة وما زالت المرأة تعنف، وما زالت المسنة تعنف، وما زالت ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء يعنفن. ولكن أستاذة يعني ياسمين، أين يكمن الخلل هنا؟ يعني نحن نبحث عن الخلل حتى نحاول معرفة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة.
الخلل موجود في الكل مسؤول، يعني كما قلت انتشار البطالة لا يجب توفير فرص الشغل، محاربة الإدمان، محاربة المخدرات، نعم. يعني هناك عدة حلول، وضع استراتيجية قوية للدولة وللمؤسسات وللمنتخبون أن يتحملون مسؤوليتهم تجاه أفراد المجتمع وتجاه الشباب الضائعين، لأننا اليوم نرى أن المدرسة تربي والبيئة تربي والشارع يربي والأصدقاء يربون، يعني هناك هذه المسألة هي مسألة خطيرة جدا، وهذه الظواهر هي خطيرة جدا، حتى أننا يعني نحاول جاهدين أن نكون طرفا مع السلطات، طرفا مع أن نحاول أن يعني محاربة هذه الظواهر الفتاكة عبر برامج للتوعية، عبر مؤتمرات، عبر يعني حملات تحسيسية، عبر توفير فرص الشغل وتوفير يعني فضاءات من أجل كلامهم التوفير أستاذة ياسمين، والتسلية. ولكن دعيني أعود إلى الضحية المسنة التي تم الاعتداء عليها قبل أيام وذهبت للعلاج في الدار البيضاء، رغم أن هي من مدينة في إقليم خريبكا، يعني لماذا انتقلت للعلاج في مدينة أخرى؟ ما السبب؟ خريبكا هي تنتمي إلى جهة بني ملان خريفرة في إطار التقسيم الجهوي ديال 2015 بفعل الدستور 2011، وعدد السكان ديالها 568,654 نسمة، يعني المفروض أن تكون عندنا مستشفى جامعي ويكون عندنا كلية للطب اللي كنناديو عليها دائما. المغرب فعلا بذل مجهودات كبيرة في القطاع ديال الصحة، ولكن عندما نرى هذه المدن، لن أقول مدينة خريبكا هي مدينة صغيرة، وإنما هي مدينة تزخر بثروة كبيرة، وهي ثروة منجمية، ثروة الفوسفات، المفروض أن يكون عندها مستشفيات من أعلى المستويات، المفروض أن يكون عندها موارد بشرية ولوجستيكية. ومن هنا لا أنسى الأستاذ وجدان الشكر للسيد المندوب والأطر الصحية في مدينة خريبكا، وأيضا للسلطات المحلية على رأسهم سيد العامل والسي سعيد، لأنهم كنا دائما كنا في يعني نحاول أن نجد حل لتلك السيدة التي تعاني عانات يعني يومين وهي تعاني الآلام، لأن للأسف ليس عندنا تخصص ما يسمى يعني جراحة الوجه أو الماكسيلوفاسيال، ما عندناش في مدينة خريبكا للأسف، ولا حتى في الجهة. ومن هنا أناشد وأدعو وزير، يعني أطلب من وزير الصحة أن يأخذ بعين الاعتبار قضية أم السعدية التي فاضت الكأس، بأننا يجب علينا أن تكون لدينا مستشفى جامعي، ويجب أن يكون لدينا يعني موارد بشرية، يعني ذو كفاءات عالية، أنا يعني ذو كفاءات عالية، و يعني يجب أن تكون مدينة خريبكا يعني تحظى من الميزانية المشروع المالية الذي برسم 2022 الذي يقدر ب 23.5 مليار درهم. أتمنى أن تكون مدينة خريبكا لها حصة فيه، يعني نحن لا نصغر اي عمل والمجهودات التي تقام الان، لان اليوم تم ايضا فتح مركز استشفائي، ولكن في مدينه خريبكا يقال انه بمعدات دوليه. نتمنى ان يكون فعلا بهذا المستوى، مستوى تطلعات المواطن الخريبكي الذي فعلا هو يعاني. نعم، اسمحي لي أستاذة ياسمين، سأعود لك، أذهب إلى الأستاذة هاجر من جديد. إذن أستاذة هاجر، قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، المعلم اليوم في بلادنا هو مضطهد، يعمل براتب بسيط، يعاني الأمرين من الطلبة أنفسهم، يعني مسألة غريبة. زمان كنا نسمع بأنه كاميرات ترصد تصوير معلم يضرب تلامذته وهي جريمة، الآن أصبح العكس، أصبح هناك طلبة يعتدون على المعلمين، وكانت هناك حادثة أليمة في تونس قبل أسابيع. تفضلي. الحقيقة من المؤسف أن نتحدث عن هذه الحادثة، لأن المعلم والمعلمين والأساتذة هم القدوة بالنسبة للمجتمعات التي تحترم أنفسها،
ولكن يبدو أن الميزان انقلب وأن المفاهيم انقلبت أيضا. وهذه الحادثة التي سمعنا عنها كانت يعني مؤلمة جدا وكانت شنيعة جدا، وهي حادثة الحقيقة ليست لها مبررات، لأن العنف القوي الذي داهم التلميذ أستاذه به هو عنف لا مبرر له. يبدو أن الأمور أخذت الأستاذ يعني حيل حد الآن في صحة جيدة، وأخذ بأمر التلميذ الذي هو قام بهذه العملة الشنيعة. ويؤسفنا المدارس هي اللي كنا نراهن عنها لتقوم بدورها في توعية التلاميذ والشباب، ولكن ما نلاحظ غياب هذه يعني النوادي التي كانت في السابق تعمل من أجل توعية الأطفال، غياب يعني الحرص على التلاميذ بأنهم يكونوا متأطرين وتأطرهم المدرسة، غياب الإطار يعني بتاع القيمين ونقص في الإطار بتاع القيمين، غياب السلطة المعنوية على التلاميذ، غياب السلطة المعنوية من الأولياء على أبنائهم. يبدو أن هذا يعني التفكك الذي أصبح موجود في مجتمعاتنا أدى إلى عنف، والعنف هذا تفاقم كثيرا. يؤسفنا بأن نرى يعني من أساتذتنا من هو يتأذى بالتلميذ اللي هو مستقبل البلاد. هذه الظواهر يجب بكل جدية البحث في أسبابها، البحث عن الحلول، والبحث من أجل تصدي لها. إحنا كمجتمع مدني نقوم بدورات تكوينية للطلبة وللتلاميذ وللنوادي في جل المجالات، ومن أهمها مناهضة العنف ضد الأطفال وضد المرأة وضد ضد المجتمع ككل يعني. نعم، اسمحي لي سيدتي، أرجو أن تبقي معي. انضمت إلينا من إسطنبول مسؤولة الإعلام في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة نور علوان. أهلا ومرحبا بك معنا، شكرا لوجودك اليوم. باعتقادك، ونحن نتحدث عن العنف في الشوارع وفي الأسرة، لماذا بلادنا ما زالت عاجزة عن مواجهة موجة العنف التي هي تزداد باضطراد في زمن كورونا؟ مساء الخير أولا. طبعا هذه الظاهرة يعني تكسوها العديد من ربما الصور النمطية أو النظرة الاجتماعية التي تنظر إليها أنها شأن عائلي خاص، لا يمكن الخوض في تفاصيله، ولا يمكن أن يخرج هذا خبر العنف يعني أو حادثة العنف نفسها خارج أسوار المنزل. لكن يعني في الآونة الأخيرة، ربما أيضا مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، بدأت هذه الحوادث تظهر إلى العلن، ترفع عن نفسها يعني ثقافة الصمت التي أبقتها طي الكتمان للعقود يعني من الزمن، وأحدثت نوع من التغيير أو الضجة بأن هنالك نعم نحن نعاني من مشكلة مجتمعية حادة. النساء وربما الأطفال يتعرضون للعنف من أشخاصهم يعني من درجة القرابة الأولى، سواء كانوا أزواج أم إخوة أو من الوالد نفسه. فكان هذا التغيير إيجابيا يعني إلى حد ما، أن هنالك يعني أصبح نوع من الحد لثقافة الصمت.
نعم، اسمحي لي سيدتي نذهب لنتابع جانب من فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في غزة لطلبة حاصروا المعلمين في غرفة، لنتابع ماذا جرى. واضح من هذا الفيديو بأنه أصبح أستاذة نور أنه التعامل متبادل، يعني هل تعتقدين أن المشكلة في المؤسسة التربوية هي تكمن في بعض الأساتذة الذين ما زالوا يتعاملون بقسوة مع الطلبة، وبالتالي انعكست الآية اليوم وأصبح الطالب أكثر عنفا، أم وضع غزة وضع استثنائي نوعا ما لأنه هناك عنف فوق عنف، يعني هناك عنف الاحتلال وأيضا عنف الحصار وغيرها؟ المقطع الذي شاهدناه قبل قليل، يعني المأساوي في الموضوع أن العنف يعني هو جزء طبيعي من يومنا، سواء كان في المدارس أو حتى في العمل أو في الشارع، هو جزء طبيعي سواء بأشكاله المختلفة، الجسدي أم النفسي أم يعني اللفظي. لذلك يعني هو ليس شيئا جديدا أو استثنائيا، وكما رأينا بالفيديو أن الموضوع المأساوي أيضا أن العنف متبادل، يعني سواء من قبل الطلاب أم الأساتذة. طبعا لقطاع غزة خصوصيته، وطبعا أن الأزمات تساعد على تفاقم وتيرة العنف بطبيعة الحال، خاصة أن السلطات في هذه الأوقات المضطربة تكون أكثر انشغالا ربما بأولويات أو مسؤوليات أخرى تعني معنية أكثر ربما بالتزاماتها السياسية أو بالملفات الاقتصادية وغيرها، وبالتالي تنظر إلى العنف المجتمعي على أنه ربما ملف ليس بذاك الأهمية، رغم أنه هو نتاج لكل الأوضاع المأساوية التي تعيشها الشعوب حقيقة. اسمحي لي أستاذة نور أذهب إلى الأستاذة ياسمين الحاج، يعني هل تعتقدين سيدتي الكريمة بأنه مواقع التواصل الاجتماعي اللي في فترة أزمة كورونا أصبحت الناس تتفاعل معها بشكل كبير جدا، هل تعتقدين أنها السبب في ازدياد نسبة العنف في مجتمعات؟ طبيعة الحال أستاذ وجدان، جائحة كورونا استطاعت يعني أن تكشف بشكل واضح عن أزمات كثيرة بما فيها العنف، بما فيها سوء التربية. وأنا أقول يعني قبل القليل هذا الفيديو يعني فعلا هو عنف على عنف في قطاع غزة، ويعني شيء يندهي صراحة. أنا أول مرة أشوف هذا الفيديو، يعني شيء يعني يدمي القلب، يعني صراحة أن الأمور ربما تخرج عن سيطرتها. جائحة كورونا يعني اضطر فيها المجتمعات أن تخلد إلى البيوت وتقفل البيوت عليها، ولكن ماذا تفعل؟ يعني لا تجد إلا وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا فوسائل التواصل الاجتماعي أصبح أيضا هو دائما سلاح ذو حدين، ما جعل العائلة كما قلت والمدرسة والحي في منأى عن التربية والدمج. نعم، وهناك مشكلة كبيرة في هذا الصدد على ما يبدو، ومن الواضح أن الحكومات في أغلب الدول هنا لديها أولويات مختلفة ولا تهتم بهذا الشأن. للأسف نحن في المغرب، ومن دستور 2011 في الفصل 31 كان واضحا وصريحا ويحمل الدولة ومعها المؤسسات العمومية والمنتخب مسؤولية العمل على توفير الحق يعني في التعليم، الحق في التكوين المهني، الحق في الشغل، الحق في الوظيفة العمومية والتنمية المستدامة، الحق الكبير في الصحة، لأن اليوم وعدم توفير هذه الخدمات يفقد الدولة عنصر المساواة وتكافؤ الفرص، ويكون تكون هناك
هناك عنف ويكون هناك إجرام ويكون هناك قتل عمد ويكون هناك حالات اغتصاب. يعني الوضع لا أقول يزداد سوءا، ولكن يجب تدارك هذه الظواهر الخطيرة التي تنخر المجتمع مجتمعاتنا يعني العربية ككل، وليس المجتمعات المغاربية فقط. نعم. يعني في جميع المجتمعات هناك عنف، هناك ظواهر، هناك تفشي ظاهرة ظاهرة الإدمان ديال المخدرات، الإدمان. نعم. ديال التواصل الاجتماعي، الإدمان ديال يعني ظواهر كثيرة. نعم. اليوم وأنا قلت في بداية حديثي أن وسائل التواصل الاجتماعي والمسلسلات ووسائل الإعلام لها دور كبير في خلق استراتيجية من أجل يعني محاربة هذه الظواهر. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الفاعلة الجمعوية والإعلامية الأستاذة ياسمين الحاج، كنت معنا من خلك في المملكة المغربية، تحياتنا لك وأكيد للحديث بقية، شرفتينا. وأذهب إلى تونس مع الأستاذة هاجر تليلي. أستاذة هاجر، موقع فرنسي يعني عرض دراسة نوه عنها وقال أن البلدان المغاربية عاجزة في مواجهة موجة العنف ضد النساء والأطفال في فترة كورونا الممتدة منذ سنتين إلى يومنا هذا. تعليقك على ذلك، لماذا هذا العجز؟ لماذا لا تكون هذه الظاهرة يعني تكون من أولويات الحكومات في الدول المغاربية للتعامل معها؟ تفضلي. الحقيقة المشاكل التي توجد في بلادنا أساسا وفي بلدان المغرب العربي والمغاربية المشاكل عميقة وقديمة وحلولها تصعب من مرور الزمن، ودولتنا وسياسة الدولة لا تجعل هذه المشاكل من أولوياتها، لأنها هناك مشاكل فقر، مشاكل تهميش، مشاكل جوع، مشاكل انقطاع عن الدراسة، مشاكل بطالة وغيرها. ولكن هذه المشاكل كلها التي أسلفتها سيدتي هي أيضا تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة، ظاهرة العنف، أليس كذلك؟ نعم، تساهم بدرجة كبيرة في ظاهرة العنف وتناميها، ويعني وضح على الطاولة كمن أهم الظاهرة الاجتماعية التي تفتك بالمجتمع، بالأسرة وبالمرأة، من تحرش، من عنف لفظي، من عنف مادي اقتصادي، من عنف سياسي. يعني هذا لا جدال في ذلك، ولكن الإشكال هناك ليست هناك استراتيجية، يعني استراتيجية متاع دولة بطريقة عميقة ومسترسلة. نعم. هناك تعاقب الحكومات اللي هي تخلي الاستراتيجيات تتغير من حكومة لحكومة أساسا في بلادنا. هناك نعم. انعدام حوار مجتمعي عميق ناتج عن مشاكله الداخلية اللي هو باش يخرج لنا بالحلول أساسا. هناك نقص من دعم للجمعيات وللناس اللي هما قادرين باش ينشطوا في المجال هذا ويقدموا خدمات. نعم. هناك يعني مشاكل أخرى من عدم قدرة على توعية جميع الناس في المجال هذا، في مجال مناهضة العنف، سواء في المجتمع أو داخل الأسرة. وهناك يعني تقريبا القيم اللي هي لازم تكون موجودة عند شبابنا وعند عائلاتنا، بدأت القيم هذه تقريبا تتلاشى. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الأستاذة هاجر أتليلي العضو في جمعية التونسيات والمختصة في الصحة الإنجابية، كنت معنا من تونس، تحياتنا لك أكيد للحديث بقية. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عودة للأستاذ نور علوان من إسطنبول. سيدتي أستاذة نور، يعني في الحديث عن هذه الظاهرة التي تنهش في مجتمعاتنا، هل المشكلة ودائما نعود ونكرر بأنه ربما الضحية الأكبر هي المرأة والأطفال أيضا، يعني
ماذا عن القوانين التي يجب أن تحمي ضحايا العنف في مجتمعاتنا، إن كان العنف الأسري أو حتى العنف في المؤسسات التعليمية أو حتى في الشارع؟ يعني هناك أصبح الآن من يخاف أن ينزل إلى الشارع، ونتحدث هنا عن الفتيات تحديدا والنساء، خوفا من أن يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، خاصة في ظل إجراءات كورونا وقيود كورونا. هناك من يرى أنه أصبحت الجريمة يعني أكبر وزادت في الشوارع هذه الأيام. صحيح، يعني بداية القوانين، يعني إذا أردنا أن نتحدث، فهي تعاني من أوجه قصور متعددة، سواء يعني بطريقة معالجتها للمشكلة بحد ذاتها، أو سواء بأشكال العنف التي تعرفها. يعني بعض القوانين على سبيل المثال لا تعترف، أو يعني لا تعرف العنف الجنسي بشكل واضح، أو تتغاضى عن شكل آخر، مثال العنف ربما النفسي. أيضا الضحية نفسها ليس لديها الوعي الكافي أو المعرفة الكافية بالإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها فيما يخص العنف التي تتعرض له. لذلك هنالك مسؤولية مشتركة ربما على السلطة نفسها، سلطة القانون، والضحية التي تجهل القوانين التي ربما قد تساعدها في استرداد حقها. ولكن هذه القوانين تبقى برغم من كل جهود التطوير وإعادة التعديل، إلا أنها تبقى متواضعة، لا تحل المشكلة بشكل جذري، خاصة أن المجتمعات العربية هي مجتمعات بالأصل يعني لديها أعرافها الاجتماعية، وهي مبنية على الفكر ربما العشائري الذي يفكر بحل هذه المسألات بشكل ودي إن صح التعبير، وبشكل يعني بين رجال العائلة كما يقال أو كما يشاء. نعم، لكن للأسف هذه الحلول لا تخدم القضية بحد ذاتها، ولذلك نرى أن النساء لجأنا إلى منصات التواصل الاجتماعي لاسترداد حقوقهم بعيدا عن ربما السلطة الحاكمة، سواء كانت القانون أم حتى الشرطة، ولجأت أيضا إلى ورأينا يعني أو لاحظنا دور المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع هذه الحالات التي استخدمت أو استنجدت بمنصات التواصل الاجتماعي لإحداث تغيير أو ضجة حول حالاتها وعندها. وبالفعل نجحت الكثير من القصص، وقصص يعني السيدات اللواتي يعني عبرنا أو طلبنا المساعدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي كان هناك بالفعل حلول. لا نريد أن نقول حلول كاملة، لأنه هذه الجرائم تبقى تترك أثر كبير، أثر نفسي وصحي ومعنوي للضحايا، ولكنها كشفت وفضحت الكثير من يعني الجرائم من أجل أن يتجنب الناس مثل هكذا جرائم. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الأستاذة نور علوان، مسؤولة الإعلام في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا من إسطنبول. وأذهب الآن إلى الأستاذة الدكتورة سيهان بادي، الطبيبة والوزيرة السابقة. أهلا وسهلا بك سيدتي، شكرا لوجودك معنا اليوم. أعرف وضعك مشغولة، لديك التزامات، لن أطيل عليك. نتحدث اليوم عن العنف في الشارع وفي الأسرة الذي يدق ناقوس الخطر. هو طول عمره يدق ناقوس الخطر، ولكن اليوم واضح أنه الأزمة أكبر وتتعمق في زمن كورونا. هل تعتقدين، إذا ما تحدثنا عن الأسباب وهو موضوع يطول شرحه، أنه دائما هؤلاء الذين يرتكبون تلك الجرائم يعني لديهم من يعني من لنقل القدوة، يعني هناك دائما في المجتمعات القدوة، هناك الكثير من التجارب من حولنا التي تعلمنا الكثير من الأشياء. مع الأسف هؤلاء الشباب يتعلمون الأسوأ. هل السبب في ذلك رأس السلطة باعتقادك، أم أنه بالفعل هي قضايا اجتماعية فقط، ليس لديها علاقة أبدا بالبوليس السياسي أو بالقمع السياسي؟
شكرا لتناول مثل هذا الموضوع الحساس. أشرت إلى كلمة السلطة وهي كلمة مهمة جدا في حديثنا على العنف. حين نتحدث على السلطة، السلطة تبدأ من سلطة الأبوين. يعني الطفل الذي يتربى في بيئة مبنية على العنف وتحل مشاكلها بالعنف بأنواعه، قد يكون العنف بما هو لفظي من خصام وشجار بعض الأحيان بين الزوجين أمام الأبناء، وقد يكون حتى عنف لفظي، وتتم في بعض الأحيان بعض هذه المشاهد العنيفة والأطفال يعني يتفرجون ويستبطنون هذا العنف كوسيلة من وسائل التعبير وكوسيلة من وسائل فض وحل النزاعات والخلافات الأسرية. فبالتالي العديد من الأطفال الذين يتربون في بيئة مبنية عن العنف يكرسون هذا العنف ويمارسونه حين يصيرون بدورهم يعني كهول داخل أسرهم. لذلك يجب أولا سلطة الأبوين هذه التي لها تأثير كبير على الأطفال، يجب إذا كان ولا بد من الخلاف أن يتم ذلك ما أمكن بعيدا عن مرأة ومسمع الأطفال لتأثرهم التأثر الشديد بهذه الممارسات التي ستخرج إن عاجلا أو آجلا كوسيلة لرد الفعل أو كوسيلة للإجابة على الخلافات مع الآخرين. هذه السلطة الأولى. السلطة الثانية هي سلطة المدرسة. يعني نحن نعلم الآن أن العنف ممنوع داخل المدارس، أنه لا يمكن للطفل أو التلميذ أن يعنف، لا لفظيا ولا العنف بطرق أخرى، يعني من احتقاره، من ازدرائه، من المس من كرامته في بعض الأحيان، هذا كله عنف يسلط على الطفل، أو من إقصائه لأنه مخالف لأصدقائه أو مختلف عنهم للونه، لدينه، لبشرته، لانتمائه الاجتماعي. يعني في بعض الأحيان تمارس على الطفل حتى داخل المؤسسة التربوية بعض من العنف بما هو إقصاء وبما هو ممارسة معينة، أيضا يستبطنها الطفل ويخزن رغبة في الانتقام إن عاجلا أو آجلا تظهر أيضا مظاهر العنف التي استبطنها وخزنها. السلطة الأخرى هي سلطة الإعلام. يعني الإعلاميين عندهم دور مهم جدا في إعطاء الصورة المثلى لكيفية التحاور، كيفية فض الخلافات والنزاعات داخل المجتمع، على الصور التي تجعلنا ننبذ العنف، التي تجعلنا نزدري العنف. هذا بالطبع يلعبه أيضا الإعلام، هذه السلطة التي إن قامت بدورها فهي تسدي وتؤدي خدمات تربوية كبرى للنشأ وكبرى أيضا داخل الأسر والعائلات. هذا هام جدا. السلطة الأخرى هي سلطة القانون، يعني ترسانة القوانين في العديد من المجتمعات التي كانت مجتمعات ذكورية أبوية لا ترى مانعا في أن تضرب المرأة أو أن يمس من كرامتها، سواء كان داخل الأسرة أو داخل المجتمع أو في مكان الشغل. والهرسلة التي تتم على العديد من النساء بما هي عنف أو الهرسلة الجنسية من طرف الزملاء أو من طرف يعني المرؤوسيها في الشغل، هذه مشاكل موجودة في العالم كامل، وهذا أيضا يعني يجب الإشارة إليه وتغييره ووضع القوانين الزاجرة بالحد الكافي التي تجعل الذين يعني يستعملون العنف كوسيلة تعامل تثني عزمهم هذه القوانين وتمنعهم من التمادي ومواصلة التعامل بهذا العنف. يعني هذه أيضا سلطة أخرى، سلطة القانون بالطبع. والسلطة بما هي السلطة، بما هي الدولة بمؤسساتها وبسلطتها التنفيذية والتشريعية، تلعب دورا أساسي في وضع كل الضمانات التي تجعل المعنف امرأة أو رجل أو طفل يعني عنده مكان أين يشتكي، أين يقع الاستماع إليه، الإحاطة به، حمايته، لأنه في بعض الأحيان المرأة تطلب الحماية، حمايته من العنف المسلط عليها. وبالتالي مؤسسات الدولة تلعب أيضا دور رئيسي، ولكن للأسف في مجتمعاتنا تكاد تكون غير موجودة، وأغلب النشاط المناهض للعنف
هو جمعياتي، هو يعني العديد من النساء اللي أسسوا جمعيات للنهوض بهذا الإشكال ولحل هذا الإشكال بدون أن تكون الدولة مطلعة بهذا الدور اللي هو في عهدتها، واللي هو يعني يجب أن يكون في الأصل من أوكد مهامها. فبالتالي كل هذه البطولات الموجودة داخل المجتمع تلعب دورا كبيرا في الإحاطة بالمعنفين وفي الحد من هذه الظاهرة وفي خلق سلم اجتماعي، سلم أسري، طريقة تعايش معناها مع بعضنا البعض التي تنبذ العنف وتجنح للسلم. دكتورة سهام، سؤالي يعني عن النساء الذين يروون قصصهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، هل هذه المسألة تساعد فعلا في حماية المرأة وحل مشكلاتها، أو على الأقل يعني توضيح مكانتها داخل المجتمع وداخل الأسرة لدى الجميع؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، هي سلبية من حيث أنها يعني لا كما نقول لا يجب نشر غسيل الداخل للأسر والعائلات والمجالس أمانات، والبيوت لها حرمتها ولها خصوصيتها التي لا يجب أن يقع نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فتفقد خصوصيتها، والجانب الذي يجب أن نحترم فيها ما يصير وما يحدث وراء الأبواب المغلقة. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن أن يكون إيجابي في أنه يعني يجعل الناس ترى ما مدى الوجه السيء للعنف. يعني مثلا في بعض الصور نرى العنف أو العنف يعني نراه في مشهد سينمائي أو في مشهد يعني مصور، فالناس التي ترفض هذه الصور العنيفة وهذه الممارسات العنيفة فبالتالي بالضرورة سوف تسعى لتجنبها وتسعى ضد هذه الصور، وبالتالي الصور هذه يمكن أن تساهم في تعرية هذا الوجه البشع، هذا الوجه السيء الذي للذين يستعملون العنف كوسيلة تعبير أو كوسيلة فض وحل المشاكل. نعم. وبالتالي إذا أردنا من الصورة أن تصل لتحقق هذا الغرض، غرض الإعلام وغرض يعني تعرية الوجه السيء، لما لا؟ ولكن بالطبع كما قلنا بالمحافظة على خصوصيات وحرمات البيوت، لأنه هناك في من يستغل ربما هذه القصص التي تنشر وبالتالي يتفنن إن صح التعبير يعني بالتعنيف بأشكال عدة، وربما يتعلم طرق جديدة في العنف تجاه الناس، وهنا تكمن الخطورة. سؤالي لك سيدتي الكريمة، يعني تداعيات ذلك على صحة الطفل، صحة المرأة، الأمر ليس بالسهل، يعني هو ليس مرض أو غريب أو برد حتى الإنسان يأخذ له دواء ويشفى بعد ذلك. دعينا نتحدث عن هذه النقطة الهامة، أبرز التداعيات على صحة الضحايا. نعم، يعني العنف بأنواعه وخاصة العنف الجنسي المسلط على النساء أو على الفتيات أو على الفتيان، الاعتداءات الجنسية بأنواعها معروف أنها تخلف أثار نفسية في بعض الأحيان تكون بدون رجعة، تكون أثار باقية مهما حاولنا الإحاطة النفسية والمعالجة الاجتماعية، ويعني بعض الأحداث أو التي ربما تكون في الطفولة حتى المبكرة في بعض الأحيان يمكن أن يكون لها الأثر السلبي في كل حياة وفي كل مراحل حياة الفرد، وبالتالي الأثار النفسية هامة وهامة جدا، يعني توصل بالناس في بعض الأحيان إلى فقدان الثقة في النفس وإلى عدم الرغبة في يعني تأسيس بيت وأسرة
وهناك خوف شديد من المرأة من الرجل إذا رأت مثلا أبوها يعنف أمها بأشكال دكتورة، في ناس صارت تخاف تنزل إلى الشارع وتمشي في الشوارع خوفا من الاعتداء المفاجئ من يعني المجرمين والمتسكعين إن صح التعبير. هناك من يقول إنه هناك انعدام للحوار المجتمعي وبالتالي هذه الظاهرة تزداد. نعم، يعني هناك حتى من يختار العزلة الاجتماعية خوفا من الشارع وخوفا فعلا. من الإدارة وخوفا من الأماكن المكتظة وخوفا من التعامل مع الناس، لأنه مظاهر عنف تعرض إليها في وقت من الأوقات ولم يستطع التخلص منها ولم يستطع أن يتعافى من أثارها. الأثار هي ليست فقط يعني جسمية بالطبع بأنها موجودة، تعلمون أن الآثار الجسمية يمكن أن تصل إلى حد الموت. يعني حتى في العالم الغربي أول سبب لوفيات المرأة الشابة، حين نقول المرأة الشابة يعني بين 25 و45، أول سبب للوفيات هو العنف المسلط على النساء مثلا، وهذا حتى في المدن المتطورة المتقدمة التي لها ترسانة من القوانين، ولكن هذا لا يمنع بوجود العنف داخلها. الأطفال يعني تصل حد الموت، العنف الجسدي والعنف الجنسي، ولكن أيضا نحن ربما لا نعطي قيمة كافية للعنف اللفظي، من هو امتهان واحتقار وعنصرية وكل الأشكال أيضا هذه الممارسات، هي ممارسات عنيفة تخلف أيضا أثار نفسية كبيرة. لذلك هام جدا أن تكون هناك فرق من الأطباء والمختصين اللي عندهم فكرة ودراية كاملة للإحاطة بالمعنفات من النساء أو الأطفال أو يعني الفئات هذه، يعني يقع تفهم للمظاهر والمخاطر الجسيمة على النفس والجسم لهذا العنف، وبالتالي تقديم الحلول الناجعة والمتابعة الناجعة لخروجهم من هذه الآثار النفسية اللي يمكن يعني تواصل معهم إلى آخر حياتهم. فبالتالي هام جدا، كما هو هام أيضا أن كل السلسلة التي نحتاجها في مقاومة العنف، يعني الطبيب الذي يعالج، الأمني داخل مراكز الأمن حين نذهب لتقديم شكاية، فبالتالي أن يوفر الإحاطة والعناية اللازمة، وهذا ما زال غير متوفر في بعض الأحيان، وكأننا نلوم على المعنف لماذا يذهب ويشتكي، خاصة المرأة حين تشتكي بزوجها، وبالتالي هذا يثني الكثير من المضي قدما في حل هذه المعضلات. الخوف يعني إضافة إلى الآثار النفسية والآثار الجسمية، هناك حالة من الخوف ومن الذعر من حين يشتكي الفرد الذي يمارس العنف، وبالتالي إذا وفرنا مناخات ومؤسسات وناس متكونة ومختصة في التعامل مع هذا العنف، وبالتالي هذا سوف يشجع الكثير من المعنفات من نساء أو من أطفال على تقديم الشكاوي وعلى عدم الخوف من أن يقع محاسبة ومعاقبة كل من يمارس عنف أيا كان هذا العنف. وبالتالي دكتورة سهام، ليس فقط محاسبة ومعاقبة وإنما أيضا علاج هذه الحالات الشاذة من مجتمعنا حتى ننتهي منها أو نقلل من حدتها. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الطبيبة والوزيرة السابقة الدكتورة سهام بادي، كنت معنا من باريس، تحياتنا لك وأكيد الحديث بقية. ولدي اتصال من فرنسا، الأخ محمد، تفضل أخي محمد. وجدان. أهلا وسهلا، أهلا بك. السلام على ضيوفك الكرام. أهلا بك. والحلقة بالنسبة للأنف، نعم، وتكلمنا شوية نتكلم عن التعليم، نعم، والعائلات يعني الأسرة، لأن في أوروبا السنة الأولى من يقرر الشهر الأولى هي المدير المدرسة أولا، الثاني استماع مترابط بين المعلمين والعائلات. احنا كيفاش الاولاد، وثانيا الدراسه للاطفال، احنا البلديات، ما احنا كل بلديه تبي لابيسين سباحه، لان الاولاد يلعبون 50% في المدرسه، الاطفال يلعبون 50% على 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 القرعه لان يريدون يلعبون.
احنا الان مختصين الان ما كاش انكات اسيستان سوسيال كيف يعيش، حتى المدرسه تعرف كيف يعيشوا هذا الاطفال في منازلهم. ما كاش تواصل اجتماعي بين الوالدين، وليس غير المراه نتكلموا الاب والام، الوالدين الاسره العائليه مع الناس، اتصالات مع المعلمين والمعلمين كيف هذا الولد. حتى الاطفال عندما يشوفوا اتصال العائلات عائلاتهم مع المعلمين فالان يحرجوا ويكونوا يتمشوا باخلاق ويخافون يكون التواصل الاجتماعي يكون المباشر. ماذا على الاولاد، ماذا على العائلات، ماذا على المعلمين؟ احنا كنا نشوف المعلم كما نشوفوا ملك الموت. صحيح، تعرفي ملك الموت كان الاطفال يمشوا كنا نخاف من المعلم، يعني انا واحده منهم. نعم نعم نعم، الذي قلت الاطفال في اوروبا يقريهم اول التعليم الاول نتاعهم السنه الاولى هي المدير. المدير المدرسة يفوتوا كل هذا المدير يعني. ولكن ضروري أخ محمد أن لا نظلم كل المعلمين، يعني هناك معلمين ما زلنا نذكرهم بالخير وساهموا في تعليمنا وفي نجاحنا، ولكن بالفعل كان للمعلم رهبة. يعني صحيح أنه نحترم المعلم، ولكن هناك من المعلمين تعاملوا بقسوة مع الطلبة، أليس كذلك؟ نعم، لكن المسؤولية كبيرة. من المسؤول؟ أهم نعطي المسؤول للمسؤول للطفل أو للمعلم أو للوالدين؟ هذا هو السؤال المطروح هنا. للجميع، يعني الجميع يشترك في تحمل المسؤولية. نعم، على ذي قلت لك الآباء والمعلمين. أنا قصدت أول حاجة المعلمين مع الآباء هم المسؤولين الأولين. وكذلك السباحه مثلا، اللعب لابيسين ما توجدش. شوف احسن عندنا في السنه هي لابيسين السباحه، ما توجدش بعض البلديات نهائيا ما كاش السباحه. لو كان غير السباحه لابيسين الاولاد في العطله في غير العطله، وحنا عندنا درجه الحراره في افريقيا والعالم العربي لو كان ما تسيبش الاولاد في الشارع نظن. والرياضة كذا يعني كل تكون يعني حتى الأولاد يعني تقصد أنه ضرورة وجود نشاطات وأندية والاهتمام بالرياضة حتى لا ينشغل الطفل بأمور وسلوكيات شاذة قد تضر بأهله وتسيء للجميع؟ نعم، لأن الرياضة أفضل من التعليم، أكبر من التعليم، لأن الولد ماذا يريد الولد؟ فيكون فرحان ويزيد يتفقه ويزيد يتعلم ويزيد. ولكن ألا تعتقد معي أستاذ محمد بأنه أيضا هناك من الأطفال من يشاهد الكبار، يشاهد تصرفاتهم وبالتالي يقلدهم، وهنا الطامة الكبرى؟ وهذه هي احنا الآن احنا أنا نشوف في أوروبا ما تسيبيش ولد وحده يلعب وحده ولا في الليل ولا في النهار، دائما المراقبه مع العائله مع في المدرسه عندهم الى كات اسيستان سوسيال. ديجا نسيت نتكلم لك على ذي، احنا العالم العربي ما عندناش ان اسيستان سوسيال اللي عند الله كيف كيفاش يعيش الولد عند والديه، هل هو مليح يعيش مليح ولا لا؟ ديجا حتى المعلمين احنا في القسم في اوروبا حتى احنا عندنا نعرفوا كل الاطفال عائله واحده، القسم اصبح عائله واحده يعرفوا كل ولكن هذا لا يعني انه الجريمه منتشره وموجوده في كل مكان، ولكن ربما في بلادنا الامر اصعب وامر من ما هو في الخارج. الشعوب كلها تتجه نحو ايجاد حلول يعني لعلاج هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك أخي محمد. دعونا مشاهدينا، يجب أن تكون معنا ضيفتنا الأستاذة ليندا علواش، ولكن يبدو أنها تأخرت قليلا، لنتابع هذا الفيديو يتحدث عن شجار يعني قائم. هذا الفيديو تم إنتاجه في عنابة، يتحدث عن الشجار وكيف أنه الغضب هو يضر بالصحة ويؤدي إلى العنف والعنف المتبادل. نتابع. Oh.
سامحنا جميلة هذه المبادرات ونتمنى المزيد منها لتوعية الشباب بخطورة ما يجري من عنف وعنف مضاد. وأذهب الآن إلى باريس، معي من هناك الناشطة الجمعوية الأستاذة ليندا علواش. أهلا ومرحبا بك معنا، يجب أن تكوني معنا قبل قليل، أعذر هناك التزامات، وشكرا لوجودك معنا حتى رغم أنه قربنا على الانتهاء من حصة اليوم. أستاذة ليندا هل تسمعيني؟ أسمعك، مساء الخير وجدا. أهلا وسهلا. اسمحي لي، كنت فوالا ما زلني عند الطبيب. أنا أعتذر جدا، ونتمنى الشفاء العاجل لابنك، وأعذرينا يعني. جاي عيط لي. شكرا جزيلا، شكرا أنك معنا الآن. جاي عيط لي وجدا، اسمحي لي. نعم، على كل حال نتواصل في حصص قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذة ليندا، شكرا لك. إذن مع الأسف الشديد لم نتمكن من التواصل مع أستاذة ليندا، أكيد في القريب العاجل سوف نتطرق إلى هذا الموضوع الهام جدا. نتمنى أن نكون مشاهدينا قد يعني طرحنا بعض القضايا المهمة فيما يخص التعامل مع العنف في مجتمعاتنا، وأكيد لنا لقاءات قريبة بإذن الله. نترككم مع باقي برامجنا التفاعلية والحوارية، إلى اللقاء.